نبقى في نينوى، حيث أعلن نائب رئيس مفوضية حقوق الإنسان علي الشمري أعلن إنجاز المرحلة الأولى من مبادرة إنهاء ملف النزوح وإعادة النازحين من مخيمات المحافظة إلى مناطقهم، والتي تتمثل بمسك المناطق الحدودية والصحراوية من قبل القوات الأمنية، مشيرا إلى شمول النازحين بمبادرة الغذاء العالمي وتوزيع المنح المالية المخصصة لهم ليتمكنوا من العودة إلى مناطقهم. أطلقنا نداء لإعادة النازحين إلى مناطقهم وحل مشكلة المخيمات التي أصبحت مشكلة جدا كبيرة في العراق، وهذه المبادرة سوف تكون في مخيمات جنوب نينوى والتي عددها 13 مخيم، يعني تبدأ من المدرج إلى المخيم جدعة 1 إلى مخيم جدعة 6. أنجز أول مرحلة منها وهي مسك القوات الأمنية للشق الحدودي الذي يعزل الجزيرة عن محافظة نينوى، بالإضافة إلى منحهم المنح المالية المخصصة لهم وشمولهم ببرنامج الغذاء العالمي لفترة 6 أشهر. كل هذه سوف تقدم للحكومة العراقية، والتي يعني لاحظنا منها قبول وإيجابية إن شاء الله، والتي ستبدأ إن شاء الله في المرحلة المقبلة.